ننتقل إلى الموضوع التالي. الطفل المصري عبد الرحمن حسين صاحب لقب أذكى طفل في العالم بعد الفوز في المسابقة العالمية التي أقيمت في ماليزيا وشاركت فيها أكثر من 70 دولة. عبد الرحمن يبلغ من العمر 13 عاماً وتمكن من حل 230 مسألة حسابية معقدة في 8 دقائق فقط مستخدماً ذكائه العقلي، وحصل على المركز الأول من بين 3000 متسابق من جميع أنحاء العالم. نقول ما شاء الله ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله. ينضم إلينا من القاهرة الحائز على المركز الأول في مسابقة الذكاء العقلي في ماليزيا عبد الرحمن حسين ومدربه أيضاً علي قندير. صباح الخير. صباح الخير جميعاً. صباح الجمال، أهلاً وسهلاً. طبعا انا عايزه اقول لك عبد الرحمن، انت نموذج مشرف جدا لكل العالم، بس قبل ما ادخل في التفاصيل انا حابه اعرف منك يعني احساسك ايه لما قالوا لك ان انت حصلت على المركز الاول، وعملت كده ازاي؟ ايه الخطوات اللي انت خطيتها عشان توصل للمركز الاول؟ انا جيت هنا السنتر من 7 سنين، اتدربت كويس، دخلت مسابقات كتير، دخلت مسابقتين في مصر ومسابقتين برا مصر. المسابقتين اللي في مصر خدت المركز الاول كانت 2006، المركز الثاني سوري كانت 2016 و2017، خدت المركز الثاني في مسابقتين. وكان في مسابقه عالميه في ماليزيا كانت في 2012 ما حصلتش على مركز، بس كان في مسابقه في 2014 حصلت على المركز الثالث في العالم، واخر مسابقه اللي كانت 2017 خدت المركز الاول على العالم. جميل، ما شاء الله تبارك الله، يعني أذكى طفل في العالم، هذا لقب مو سهل أبدا يا عبد الرحمن، أتوقع أنت فخور بنفسك كما يجب. بس أنا حابة أسأل المدرب علي قنديل. صباح الخير يا أستاذ علي، وعايزين نعرف كيف بتدرب عبد الرحمن؟ صباح النور يا فندم. إيش التمارين اللي بتعملها أو طريقة التدريب بحيث أنه يعني العقل يصير أكثر مهارة بتشغيل العمليات الحسابية أو غيره؟ بس فندم احنا في IMA Intelligent الهدف عندنا ان احنا نبتدي نخلي الطفل يستغل اكبر قدر ممكن من قدرات مخه بنفسه. فعندنا عداد هيك شايفاه، ده اسمه الابكس. الابكس ده يحتوي على لونين صارخين جدا اللي هو الاصفر والاحمر. بيبتدي عبد الرحمن في الاول او اي طفل عندنا يبتدي يشتغل بصوره بسيطه جدا في الاحاد، وبعد كده نخش في العشرات، وبعد كده في الالاف، مئات الالاف، وبعد كده ندخل في ملايين. وبتدي نعلمه وندربه بصوره شبه يوميه ان هو ازاي يستغل اكبر قدر ممكن من خلايا مخه في العمليات الحسابيه الذهنيه المعقده. احنا بندربه وهو ما شاء الله يعني كل ما بيتدرب اكتر كل ما بيزداد كفاءه وتطور. يعني استاذ علي بعدها بشويه بنزيح. ايوه، كل طفل ممكن يقدر يعمل ده ولا لازم يكون عنده نبوغ، يكون نبغى؟ طبعا، لا طبعا اي طفل يقدر يعمل كده، زي ما اي طفل ممكن يروح يتمرن اي رياضه. بالظبط، هي الفكره محتاجه حاجتين، تركيز ومتابعه في التدريب. فهو عبد الرحمن ما شاء الله عليه كان مركز معانا جدا، وكان عنده المتابعه الدائمه ان هو كان عاوز يوصل لحاجه. برافو. وبالتالي الحمد لله حقق النتيجه دي. هو على فكره مش عبد الرحمن لوحده، يعني احنا سافرنا بعثه كامله من مصر وخدنا 10 مراكز من ضمنها الحمد لله البطولة بتاعت المسابقة. طيب جميل، بس عشان نعرف عبد الرحمن قبل ما يشارك في المسابقة أو قبل ما يبدأ حتى التدريب معك سيد علي، كان يعني هو شخص أو طالب متفوق دراسيا، يعني أساسا من الأساس كان شاطر وذكي ومتفوق، فالتدريب هذا ساعده بزيادة أو هو كان طالب عادي يعني في البداية؟ لا، مما لا شك فيه ان هو ما شاء الله عليه يعني هو شاطر. وهي دايما بنقول ان هو ان الذكاء عمليه مكتسبه اكتر من انها عمليه بتبقى بالفطره. هو جميل ان اي شخص يبقى عنده ذكاء فطري، وهو اي طفل موجود عنده الذكاء الفطري. لكن هي الشطاره ان هو ازاي يقدر يستغل هذا الذكاء ويمرن نفسه عليه ان هو يحقق النتيجه اللي هو حققها. طب احنا عايزين نشوف الذكاء ده على الهواء، تديله عمليه حسابيه معقده ويحلها بسرعة جدا. اوكي، اكتر من عملية، نبدأ بالأولى. يلا. طيب خلاص، هذه حركة الأيدي يعني للحساب. جميلة.
هو هيك يا فندم الحركه دي هو بي هو بيتخيل دلوقتي ان هو ماسك العداد ده، بس هو دلوقتي مش قصاده، هو بيتخيل ان هو شغال بيه منتل. فهو مرحله متقدمه ان احنا نشتغل على العداد ده نفسه. طب يلا نبدا، يلا بينا. ريدي؟ اوكي. 198 minus 73 42 11 minus 58 62 212 minus 87 answer 298. Excellent. Okay, كمان واحدة. أيوة كمل. Okay, ready. 20 56 11 minus 7 minus 60 44 35 minus 54 45. برافو عليك. طيب واحدة أصعب شوية. أيوة عايزين نصعبها. صعبة يا أستاذ علي. الشباب بيحسبوا هنا على فكرة. أوكي يلا. برافو. أنت على فكره يعني هو بيبقى عنده قدره ان هو يحسب اسرع من الكالكوليتر ممكن لسرعه تصل 6 مرات. ما شاء الله ما شاء الله. اتفضلي. طب يلا يلا. 6849 minus 1624 753 minus 8 5999. واو بس كده. Excellent. ما شاء الله عليه. لا يعني اسرع فعلا من الاله الحاسبه. جميل. ربي يخليك ويحفظك. عبد الرحمن كم ياخذ منك تدريب المسائل الحسابيه؟ وهل التدريب العقلي هذا يكون فقط للمسائل الحسابيه والرياضيات او في امور ثانيه كمان بتتدرب عليها؟ هو برنامج الاي ام اي بيعلم حاجات تانية غير الحساب. هو بينشط الذاكرة، بيخلي المعلومة تثبت في المخ فوق لوقت أطول، بيخلي فيه تركيز أحسن، بيخليني أسرع بقى في كل حاجة، وبيخليني كمان بفكر بشكل مختلف. طيب بتقدر إزاي توازن ما بين المدرسة وما بين التدريبات؟ يعني يومك ماشي إزاي؟ رتبهولي. أنا بصحى الصبح بلبس واروح المدرسه، بعد ما ارجع ممكن اتغدى واذاكر شويه، بعد كده بيبقى عندي تدريبات لان انا بتدرب سباحه وكوره. يعني عندك وقت كمان بحل مثلا الواجبات او بذاكر. ممتاز جميل. طيب انا حابه اسال على شكل الجائزه وراكم. هذه جائزه الجائزه اللي اخذتها في ماليزيا تبع اذكى طفل في العالم. مبروك اول شيء الجائزه، جميل شكلها غريب صراحه، لكن نبارك لك فيها ان شاء الله عقبال الجوائز الاخرى. عبد الرحمن او عفوا سيد علي، من عمر كم ممكن الطفل يشترك في مثل هذه البرامج التدريبيه؟ وهل لو هو اكبر عمرا فعلا لسه بينفع التدريب ولا تكون راحت عليه خلاص؟ بص يا فندم، هو هناخد هناخد الاطفال من سن 4 سنين لسن 12 سنه. اشمعنى من 4 سنين ل 12 سنه؟ لان دي بتبقى الفتره اللي بينمو فيها عقل الطفل. فهو الطفل الطبيعي بيستخدم من 4 ل 6% من خلايا مخه، الطفل المميز وليس العبقري بيستخدم من 7 ل 9% من خلايا مخه. فاحنا بنحاول ان احنا لو احنا علينا النسبه دي باي نسبه قدام شويه، فهي عن طريق التدريب في السن اللي هو من 4 سنين ل 12 سنه بيبقى عندنا القدره ان احنا نعلي النسبه دي جدا. فاكتر من 12 بيبقى ممكن، واقل من 4 بيبقى طبعا بيبقى الطفل لسه صغير يعني. طيب ايه المخططات للفتره الجايه؟ هل في مسابقات؟ من 4 ل 12 نسبه لطيفه. في جوائز هيسعى ليها عبد الرحمن؟ بيشتغل على حاجه ثانيه؟ بص حضرتك، هو الفكره في المسابقه اللي احنا رحناها هي بتبقى عامله زي كاس العالم، هي بتقام كل سنتين. فيا اما في ماليزيا او في سنغافوره، في اي دوله من هذه الدول يعني، وبيجتمع فيها الاطفال من كل انحاء العالم. هو ما شاء الله احنا قبلها بنعمل مسابقه هنا عندنا في مصر، وعلى اساس المسابقه دي احنا بنبتدي ندعو دول اخرى انها تيجي بتشارك معانا الى ان نصل المسابقه العالميه اللي احنا رحناها في ديسمبر اللي فات. هدفنا ان شاء الله باذن الله ان احنا
نحاول ان شاء الله او نواظب ان احنا نتربع على هذه القمه ان شاء الله باذن الله. جميل. هو طبعا خلاص كبر عبد الرحمن، وبالتالي احنا نبتدي دلوقتي بنحط له تشالنج جديد، ان انت تبتدي نحطه في مسابقات اخرى يستغل فيها هذه القدرات ان شاء الله باذن الله. نتمنى لك التوفيق عبد الرحمن، وشكرا على وجودكم معنا اليوم. والله عبد الرحمن اذكى طفل في العالم، بس عشان ننوه مره اخرى، انا لما قال لي ما ينفع اكثر من 12 سنه على اساس انا بنشط الذاكره شوي من النساء اللي انا فيه، بس خليك عليا. شكرا جزيلا لتواجدكم معنا.